الحكاية؟ هو صلاح من دون صلاح ولا إيه؟ إزاي يعني؟ صباح الخير يا ريم، صباح الخير يا عادل. فعلا الإعلان كان محل جدل كبير، طبعا في ناس كتير جدا حبت الإعلان بسبب أنه هو أبرز أكلات اسكندرانية كتير حلوة، ولكن المفاجأة كانت أن محمد صلاح ما صورش أصلا، ما شاركش في التصوير خالص. هو لوفرين هو اللي زار اسكندرية وصور المشاهد بمشاركة دوبلير شبه محمد صلاح بالضبط في الملامح والهيئة، وتم تركيب وجه صلاح على جسد الدوبلير، ودي كانت حاجة غريبة جدا وملفتة جدا للنظر طبعا، ومحل جدل كبير لأنه ما كانش باين خالص، هو اتركب بشكل احترافي جدا، كلنا كنا فاكرين ده محمد صلاح. طيب خلينا نروح لحاجة تانية، يعني صلاح مش أبو صلاح، فبالتالي موضوعنا الثاني يعني الله يبعد العواصف والكوارث، لكن في تخوف في مصر، خايفين من إيه؟ يا الحكاية فعلا بعد الإعصار دانيال في ناس كتير جدا تسألت إذا كانت مصر معرضة لعاصفة التنين مرة أخرى، اللي طبعا شهدتها البلاد في عام 2020، خصوصا أن عاصفة التنين هي نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم على الصحراء الكبرى مع منخفض جوي بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط. وإعصار عاصفة التنين كانت في 2020 نتج عنها انخفاض ملحوظ وكبير جدا في درجات الحرارة وهطول أمطار بشكل غزير وصل لحد السيول، فنتج عنه خسائر مادية وبشرية كبيرة وإغلاق للمدارس. فكل الناس تسألت إذا كنا معرضين للعاصفة مرة أخرى، ولكن هيئة الأرصاد الجوية وضحت أن لا يمكن التنبؤ إذا كانت مصر ستتعرض للعاصفة مرة أخرى، ولكن يعني فصل الخريف اللي هو فصل طبعا التقلبات الجوية من المتوقع أن مصر تشهد فيه عواصف بسبب طبعا الاحترار العالمي والتغيرات المناخية الكبيرة، وأنه من المتوقع أن الفصل ده هيكون فيه هطول أمطار أكثر من يعني إن شاء الله تكون أمطار خير. وبالتالي المرة الجاية عاوز أسمع أخبار حلوة يا ندى، دائما أخبار حلوة بإذن الله. صبح بقى يلا، وأنت مبسوطة مع صلاح وعشان اسكندرية، يلا ماشي يا ندى. شكرا شكرا جزيلا يا ندى. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.